ممتاز بارك الله فيك نعم من خلال الحرارة من خلال عملية الاحتراق من خلال عملية الاحتراق من خلال الحرارة التي تصاحب هذا الاحتراق أعرف أن عملية الاحتراق في الصورة هذه أن لها طاقة تمام ممتاز ننتقل للصورة الأخرى أبسط منها عبارة عن بطارية كهربائية كيف أنا أتأكد أن هذه البطارية الكهربائية لها طاقة أو تمتلك طاقة تجربة بسيطة كلنا عملناها نحن وصغار وفي مختلف يعني مراحل حياتنا تجربة بسيطة جدا عندي بطارية اريد اعرف هل هي فيها طاقة او لا كيف من ناخذ طالبة طالبة متميزة تفضلي الغالية ممتاز تفضلي نعم ممتاز جزاك الله خيرا اذا اعرف ان لها طاقة من خلال تجربتها بايصالها بمصباح كهربائي واسلاك استخدم الاسلاك والمصباح الكهربائي واعمل دائرة كهربائية اذا اضاءت الدائرة الكهربائية معناها ايش ممتاز ان لها طاقة. اذا اضاء المصباح الكهربائي دليل على وجود طاقة في هذه البطارية. اذا درسنا لليوم درس بسيط جدا جدا يتحدث عن الطاقة وكيفية انتقالها من جسم إلى جسم آخر وما هي أهم التغيرات التي تصاحب انتقال الطاقة من جسم إلى جسم آخر. مثل ما بدأنا في السابق وتعلمنا نعرف ان نحن كطلبه قبل بدايه الدرس اعرف ايش هو المطلوب مني او ما هي الاهداف اللي انا لابد ان احققها من خلال درسنا لهذا اليوم. عندنا مجموعه اهداف بسيطه ان شاء الله تعالى نحققها مع بعض من خلال درس اليوم وفي اخر الدرس ان شاء الله تعالى بنعمل مسابقه تعليميه نستطيع من خلالها يعني معرفه ما نحن تعلمناه من خلال درس اليوم. اول هدف من اهداف درسنا لليوم يشرح المقصود بطاقة الوضع وطاقة الحركة، يعني نستطيع خلال نهاية الدرس أن نعرف إيش معنى طاقة الحركة وإيش معنى طاقة الوضع. الهدف الثاني يصف كيف يتم نقل الطاقة وتخزينها عندما ترفع الأجسام، لما نرفع الجسم من نقطة إلى نقطة أخرى كيف يتم تخزين هذه الطاقة. الهدف الثالث في درسنا لليوم يصف العمليات والاحداث التي تنطوي على تغير الطاقه، يعني لما تتغير الطاقه من شكل الى شكل اخر، ما هي العمليات التي تصاحب هذا التغير؟ الهدف الاخير من درسنا لهذا اليوم ان شاء الله تعالى يصف صور انتقال الطاقه التي تتضح في امثله مختلفه من العمليات والاحداث. فنبدا درسنا لليوم، قبل ما نبدا ناخذ مثال بسيط جدا جدا نحن كطلبه وفي اثناء ممارستنا في حصه الرياضه قبل اي سباق لما يكون عندك سباق رياضه مثلا سباق الجري تكون ساكنا ايش معنى كلمه ساكن يعني جالس ساكن متاهب للسباق هذا لسماع صوت صافره ايش البدايه او اشاره الانطلاق الطاقه المخزونه في جسمك انت عشان تستخدمها للحركه هذه عباره عن طاقه ايش طاقه الوضع الكيميائيه ومن وين جت هذه الطاقه جاءت من الطعام اللي نحن نتناوله يوميا، نحن نتناول الطعام، ايش الهدف من تناولنا للطعام؟ هذا درسناه في الصف السادس وفي الصف السابع، من يذكرني؟ من؟ تفضل. احسنت، بارك الله فيك. الهدف من تناولنا للطعام هو تخزين هذه الطاقة، تحويل الطعام إلى طاقة ونخزنها في أجسامنا. ليش نخزنها في أجسامنا؟ حتى نستفيد منها في الحركة، في الكلام، في عمليات أخرى نقوم بها في حياتنا اليومية. تكون الطاقه المخزنه للعداء او للاعب اثناء ممارسه عمليه الجري هي طاقه مخزنه في عضلاته متاهبه للجري وجاهزه للتحرر عند سماع صافره الانطلاق ايش يعني التحرر التحرر يعني تتحول من شكل الى شكل اخر ناخذ مثال على ذلك الصوره اللي امامنا صوره عداء قبل الانطلاق السباق واثناء الحركه في المرحلة أ، نلاحظ أن العداء متأهب العداء متأهب للحركة ومستعد، والطاقة الموجودة في جسمه هي عبارة عن طاقة مخزنة في عضلاته، بمعنى أن هذا العداء كل الطاقة التي يمتلكها في جسمه هي مخزنة في العضلات حتى يعني تجعله متأهب للحركة والجري. في الشكل ب، نلاحظ أن العداء بدأ بالحركة تحرك. فاثناء حركه هذا العداء تكون الطاقه قد تحولت من طاقه مخزنه الى طاقه حركه ويصاحب الحركه نحن لما نسوي اي تمرين رياضي نتحرك يصاحب الحركه دائما ايش؟ حراره نشعر بالحراره، لذلك انا لما امارس اي جهد رياضي مثلا العب كره قدم بعد فتره بسيطه او امارس رياضه الجري او اي رياضه اخرى، بعد فتره بسيطه بماذا احس؟ بماذا احس؟ احسنت خروج العرق وخروج العرق يصاحب والحراره. حس إن جسمك بدأ يحتر، هذا هو عملية إيش تحول للطاقة من شكل إلى شكل آخر. يعني لو نلاحظ مثلاً إنه في الشكل ألف هذا اللي هو الشكل ألف كانت طاقة وضع لمخزنة في طاقة وضع كيميائية مخزنة في العضلات. بينما لما انتقلنا من ألف إلى باء تحولت إلى طاقة حركة وطاقة وطاقة حرارية. يصبح جسم العداء ساخن يعني حرارة وطاقة حركة هي الحركة الناتجة من عملية إيش الحركة والجري. في عملية تحول الطاقة، لذلك قالك الشكل يوضح الشكل ألف تحتوي عضلات العداء في بداية السباق على مخزون طاقة، من وين جاءت هذا المخزون؟ من الطعام الذي يتناوله، وشكل باء عندما يبدأ العداء بالتحرك يتناقص مخزون الطاقة في العضلات ويكتسبها العداء على شكل إيش؟ على شكل طاقة حركة وطاقة وطاقة حرارية. هذا بالنسبة للشكل الأول والتحليلات بالنسبة للشكل الأول، لذلك نحن نتكلم عن الطاقه أو عن الطاقه ما هي هو الطاقة ما المقصود بالطاقه ماذا نعني بكلمه طاقه درسناها في الصف السابع مفهوم العام للطاقه نعم من يذكرني من يذكرني من الطلاب المتميزين تفضل احسنت الله يحفظك الله يحفظك نعم الطاقه هي المقدره على بذل الشغل ايش يعني شغل يعني ان الطاقه المقدره على بذل الشغل يعني انا استطيع ان ابذل جهد احرك جسم ما مثلا اتحرك مسافه معينه ارفع مثلا القلم من نقطه الى نقطه اخرى هذا نقول اني بذلت طاقه صح ولا لا تحركت من نقطه الى نقطه اخرى اثناء الجري وغيرها هذا بذلت طاقه نقلت جسم من مكان الى مكان اخر بذلت طاقه فهذا هو الطاقه كتعريف تعرف الطاقه بانها الانرجي باللغه الانجليزيه الطاقه انرجي هي المقدره على بذل الشغل ايش المقصود بكلمه الشغل هنا مقصود بالشغل هو الجهد او الانجاز اللي انا اقوم به يعني انقل جسم من مكان إلى مكان آخر نأخذ مثال آخر في تغيرات الطاقة طبعا نحن نعرف أنه أثناء فترة المساء نحتاج إلى مصباح حتى نستطيع أن نذاكر ونرى الأشياء صح ولا لا؟ لكن هذا المصباح إذا تتبعنا عمليات نقل الطاقة فيه من إلى حتى وصلنا إلى الضوء اللي نشاهده ونستطيع من خلاله قراءة الأشياء والمذاكرة والاستذكار لو رجعنا إلى العملية بالكامل وحللناها فهي عبارة عن تيار كهربائي تيار كهربائي قادم من الأسلاك الكهربائية تيار الكهربائي هذا ينتقل بواسطة الأسلاك إلى المصباح الكهربائي فأنا عندما أفتح الدائرة الكهربائية هذه عندما أفتح الدائرة الكهربائية فإن الطاقة تتحول من طاقة كهربائية إلى طاقة ماذا؟ إلى طاقة ماذا؟ ممتاز أحسنت بارك الله فيك إلى طاقة إيش؟ ضوئية والدليل على ذلك إن أنا أشوف ضوء صادر من ماذا؟ صادر من هذا المصباح كذلك يصاحب هذه العملية غير الضوء يصاحبه إنتاج حرارة والدليل على ذلك أن المصباح بعد فترة من الزمن يصبح ساخنا لماذا يصبح ساخنا؟ لأن جزء من الطاقة الكهربائية اللي جات في الأسلاك تحولت إلى قسمين قسم طاقة ضوئية وقسم آخر اللي هو طاقة حرارية تمام؟ لذلك قالت تستخدم الطاقة الكهربائية في المصباح لإنتاج الضوء، كذلك يسخن المصباح الكهربائي، هذه أمثلة من أمثلة التغيرات في الطاقة بشكل عام يعني انتقال الطاقة من شكل إلى شكل آخر، زين أنواع الطاقة ما هي أنواع الطاقة؟ أنواع الطاقة أنواع كثيرة، نأخذ منها درسنا المثال الأول اللي هي طاقة الحركة، إيش مقصود بكلمة طاقة الحركة هذه؟ بنشوف مع بعض طاقة الحركة هي عبارة عن حركة الجسم، انه الجسم يتحرك من نقطة إلى نقطة أخرى. مثلاً جسم في حالتي أنا الحين جالس على الكرسي، هذا نقول عنه جسم ماذا؟ جسم ماذا؟ ساكن أم متحرك؟ ساكن أم متحرك؟ ممتاز، جسم ساكن، أنا في هذه الوضعية اللي أنا عليها الحين جالس على الكرسي، أنا جسم ساكن. لكن لما أبدأ بالحركة أقول أن والله هذا الشخص له طاقة تغير من الجسم الساكن إلى جسم متحرك، كيف جسم متحرك؟ امتلك طاقة نسميها طاقة الحركة وطاقة الحركة هذه اللي هي كنكتن انرجي هي, هي طاقة مصاحبة لحركة الأجسام يعني يكتسبها الجسم نتيجة حركته وكلما زادت سرعة الجسم تزداد طاقة الحركة وإحنا درسنا في درس سابق عن سرعة الجسم وقلنا أن سرعة الجسم إذا زادت السرعة يعني معناه أن الجسم يسير بسرعة أكبر معناه من حيث مفهوم الطاقة أن له طاقة حركة أكبر وعندي مثال توضيحي هنا بسيط مثال توضيحي لراكب دراجة وساعي بريد يقوم بنقل الطرود البريدية من مكان إلى مكان آخر لما يتحرك بالعجلة أو بالدراج يكتسب طاقة حركة كلما زادت سرعة الدراج هذا كلما زادت طاقة حركة الشخص أو الجسم المتحرك لذلك هذه ملاحظة مهمة جدا جدا لابد ان نعرفها انه كلما زادت السرعة تزيد طاقة الحركة، بزيادة السرعة تزيد طاقة الحركة، درسناها هذه علاقة ماذا نسميها في الفيزياء؟ علاقة تناسب تناسب ماذا؟ تزيد طاقة الحركة، شوف طاقة الحركة تزيد بزيادة السرعة، يعني لما تزيد السرعة تزيد طاقة الحركة، الاثنين يزيدوا، زيادة سرعة يصاحبها زيادة في طاقة الحركة، هذه علاقة تناسب ماذا؟ ممتاز، علاقة تناسب طردي. علاقة تناسب طردي تمام إذا الحالة الأولى من أمثلة تغيرات الطاقة طاقة الجسم المتحرك أي جسم متحرك نقول له, له طاقة نسميها طاقة الحركة بينما الجسم الساكن لا ليست له طاقة حركة لأنه ساكن ليس ساكن نتكلم فيزيائيا لأن سرعته تساوي صفر ده ما عنده سرعة معناه ما عنده طاقة حركة نأخذ المثال المثال الثاني اذا رفعت جسما الى اعلى فانت تزوده بطاقه نسميها طاقه الوضع الجاذبيه، مثال على ذلك عندي قلم القلم اللي امامي الحين في حالته هو ساكن في موضع اذا قمت انا برفع القلم الى اعلى فانا اكسبه طاقه نسميها طاقه الوضع. وضعه بالنسبة لسطح الطاولة فهذا يسمى طاقة وضع الجاذبية ليش؟ لأن هذا القلم يتأثر بقوة إذا أنا فلكته ينزل لتحت بسبب قوة الجاذبية الأرضية وهذا درسناه قبل في موضوع السقوط الحر والتسارع إذا تذكروا أنه قلنا السقوط الحر هي القوة الجاذبية الأرضية تؤثر على الأجسام وتجعلها تسقط إلى أسفل لذلك دائما عندما أقوم برفع جسم من أسفل إلى أعلى فإن هذا الجسم نقول عنه أنه يكتسب طاقة ما نوع هذه الطاقة في هذه النقطة نقول له طاقة وضع بمعنى أن طاقة الوضع تعتمد على ماذا تعتمد على ارتفاع الجسم عن سطح الأرض يعني مثال لو قالك تم رفع الجسم إلى النقطة هذه لأمامي وتم رفعه إلى نقطة أخرى أعلى أي من النقطتين ألف أو باء له طاقة وضع أكبر من من يشارك تفضلي ممتاز باء ليش؟ لأن ارتفاعه عن سطح الأرض في النقطة باء أكبر من النقطة ألف أكبر من النقطة ألف لذلك موضوع طاقة وضع الجاذبية تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ارتفاع الجسم من نقطة إلى أخرى عن سطح الجاذبية الأرضية كلما ارتفع إلى أعلى كلما امتلك طاقة وضع أكبر هذا بالنسبة للمثال الثاني عندي هنا صوره توضيحيه طبعا طاقه الوضع الجاذبيه الارضيه اختصارا يرمز لها بالرمز جي بي إي اللي هي جرافيتشنال بوتنشال انرجي اللي هي اختصار لطاقه الوضع في نطلع فاصل ونعود بعد الفاصل ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بجميع الطلبة والطالبات. عدنا إليكم ومع استكمال لدرس اليوم إن شاء الله تعالى. توقفنا في قبل الفاصل الإعلاني في موضوع طاقة وضع الجاذبية. نشاهد مع بعض مرة أخرى الصورة المرفقة الصورة هذه تعبر عن شخص يقوم برفع كرة في أو يسقط كرة في ألف وباء. نلاحظ اللي يهمني مستوى مستوى الكره في الف اللي هي هذا المستوى وباء في هذا المستوى. السؤال هنا ممكن يسالك نحن كطلبه اي من الجسمين في الف او في باء تكون له طاقه وضع اكبر؟ طبعا كلما ارتفع الجسم عن سطح الارض اللي هو هذا المستوى المرجعي اللي هو سطح الارض، كلما ارتفع عن سطح الارض يكون له طاقه وضع اكبر وبالتالي هنا يكون في الف طاقه وضع اكبر من باء. ننتقل للمثال رقم ثلاثه الطاقة المخزنة طبعا معروف أنه الغذاء والوقود البنزين كل هذه تخزن طاقة وطاقتها نسميها نحن في العلوم بشكل عام وفي مادة الفيزياء بأنها طاقة وضع كيميائية ليش سميناها طاقة وضع كيميائية؟ لأنها طاقة تخزن داخل الروابط الموجودة بين الذرات لأن كل مادة عبارة عن ذرات وجزيئات فبين الذرات والجزيئات هذه في روابط اللي هي المسؤول يعني اللي تربط بين كل جزيء وجزيء اخر فهناك طاقه تعمل على هذا الربط نسميها نحن في الفيزياء بالطاقه الوضع الكيميائيه وهذه الطاقه الوضع الكيميائيه هي التي يستفيد منها الجسم بالنسبه للطعام بالنسبه للبترول والبنزين مشتقاته تستفيد منها الآلات أثناء عملية الاحتراق تتحرر هذه الطاقة وتتحول من شكل طاقة وضع إلى طاقة أخرى ونشوفها إن شاء الله تعالى من خلال متابعتنا لموضوع انتقال الطاقة هنا عندي مجموعة من الصور توضح شكل طاقة الوضع الكيميائية طبعا هنا مادة البنزين البترول أو البنزين أو مشتقات البنزين نقول عنها نوع الطاقة الموجودة فيه طاقة وضع كذلك بطارية السيارة، بطارية السيارة نستخدمها لتشغيل السيارة، وكيف أنا أعرف أنها تعطيني طاقة؟ من خلال عملية أن يعني اشتغلت السيارة، والله أن فيها طاقة طاقة كيميائية، وكذلك بالنسبة للبطارية، فنوع الطاقة هنا الموجودة داخل البطاريات هذه نسميها طاقة وضع كيميائية، نسبة إلى المواد الكيميائية والروابط الموجودة بين ذرات هذه المواد الكيميائية. كذلك الغذاء بجميع اشكاله والوانه، الغذاء اللي نحن نتناوله بشكل يومي في الفطور، في الغداء، في العشاء، الهدف من تناولي انا للغذاء اني احصل على الطاقة، طبعا الطاقة هذه الموجودة في الغذاء من وين جات؟ جات من خلال الروابط الطاقة المخزونة بين روابط المواد الكيميائية هذه. إذا بشكل عام، بشكل عام كل انواع الطاقة المخزونة في المواد مثلا البترولية والمواد الكيميائية التي تستخدم في انتاج التيار الكهربائي والغذاء نسميها طاقة ايش؟ وضع كيميائية نسميها طاقة وضع كيميائية وتسمى كيميكال بوتنشال انرجي اللي هي طاقة الوضع الكيميائية. ودائما طاقة الوضع الكيميائية هي عبارة عن ايش؟ عن طاقة مخزنة لذلك قال يتم تخزينها طاقة مخزنة. نيجي للمثال رقم أربعة التيار الكهربائي طبعا الكل يعرف التيار الكهربائي وأهمية التيار الكهربائي في حياتنا اليومية ونعرف أنه جميع الأجهزة الكهربائية في حياتنا اليومية تعمل بالتيار الكهربائي والتيار الكهربائي يعتبر طريقة جيدة لانتقال الطاقة من مكان إلى آخر فهو يحمل الطاقة الكهربائية يحملها بماذا؟ يحملها عن طريق الأسلاك لابد من وجود أسلاك حتى تتم نقل هذه الطاقة كهربائية لذلك دائما الطاقة الكهربائية هي عبارة عن طاقة يتم نقلها يعني تنقل من مكان إلى مكان آخر بواسطة إيش؟ الأسلاك الكهربائية، الطاقة الكهربائية اللي هي إلكتركال إنرجي كيف يعني تنتقل هذه عندما يتدفق التيار في جهاز ما كالمدفأة مثالا والأمثلة على الأدوات الكهربائية كثيرة جدا جدا المدفأة، التلفزيون، المصباح، كل الأدوات الكهربائية اللي حولك فإنه كيف تحصل على طاقتها؟ تحصل على طاقتها من خلال ايش؟ من خلال التيار الكهربائي، هذا مثال بسيط، المدفأة، طبعا المدفأة لها سلك كهربائي، عند تشغيل التيار الكهربائي أو فتح الدائرة الكهربائية، ينتقل التيار الكهربائي عبر السلك إلى المدفأة، ففي المدفأة هذه نفسها يتم تحويل التيار الكهربائي إلى طاقة حرارية، نستخدمها في عملية التدفئة، وفي هذه الحالة نقول أنه تم تحول الطاقة من تيار كهربائي طاقه كهربائيه اللي هي الكتريكال انرجي الى طاقه حراريه نحصل عليها من خلال الحراره المنبعثه من المدفاه كذلك في طاقه اخرى ممكن الاحظها من خلال المدفاه غير الحراره من يساعدني ممكن طاقه اخرى طاقه ايش اسمها ممتاز طاقه ضوئيه انا اشاهد انه في المدفاه امامي اشاهد انه عندي حراره واشاهد الضوء هذا نسميها طاقه ضوئيه تمام ننتقل الى نوع آخر من الأمثلة من أمثلة الطاقة وتغيرات الطاقة المواد المشعة وما أدراك من المواد المشعة المواد المشعة تعتبر مخزن للطاقة النووية والطاقة النووية هي طاقة تتميز بأن لها يعني عند إنتاجها تنتج طاقة هائلة كبيرة جدا جدا وتسمى نيكلير انرجي فهذه المواد كيف تخزن هذه الطاقة؟ تخزن طاقة في نواة الذرات في أنوية الذرات نفسها في نواة الذرة يتم تخزينها في نواة الذرة وتسمى هذه الطاقة باسم الطاقة إيش؟ النووية والنواة نحن درسناها في الصفوف السابقة وفي مادة الكيمياء في الصف التاسع أنها عبارة عن جزء صغير موجب الشحنة يشغل إيش؟ قلب الذرة فعندما تتفاعل أنوية الذرات مع بعضها البعض تنتج طاقة تسمى باسم الطاقة النووية والكل يعرف الصورة هذه هي عبارة عن انفجار نووي، نلاحظ مقدار الطاقة الكبير جدا جدا الناتج من تحرير الطاقة النووية المخزنة بين انوية الذرات، يعني شوف كمية الانفجار هذا الانفجار كبير جدا جدا. كيف نتج؟ نتج من خلال تحرر الطاقة المخزنة المخزنة في المواد النووية. فلذلك تسمى هذه الطاقة باسم الطاقة النووية لانها تنتج من انوية الذرات، وتكون اكثر موجود يعني وتوجد في المواد المشعة. من امثلتها من يذكرني بامثلة؟ مثال واحد لمادة مشعة من يتذكر؟ مثال معروف جميعا يستخدم في انتاج الطاقة من؟ تفضل. ممتاز بارك الله فيك. اليورانيوم، اليورانيوم يعتبر احد العناصر المشعة في الطبيعة. وهو من العناصر التي تنتج هذه الطاقة اللي هي تسمى الطاقة النووية إذا الخلاصة من هذا أني أعرف نوع الطاقة الموجودة في المواد المشعة هي طاقة نووية من مصدرها؟ مصدرها أنوية الذرات اسمها سمي الطاقة النووية تأتي من أنوية الذرات فعند تتفاع عند تفاعلها تنتج طاقة كبيرة جدا جدا يتم استخداماتها استخدامها في استخدام السلمي وتستخدم في المجالات الطبية وأحيانا تستخدم في الأغراض العسكرية اللي يهمني أنا أني أعرف أن الطاقة النووية هذه هي طاقة ناتجة من أنوية الذرات من المواد المشعة نأخذ المثال رقم ستة من أنواع الطاقة مثال بسيط جدا جدا إذا شددت رباطا مطاطيا الكل يعرف الرباط المطاطي فأنه يصبح مخزن للطاقة كيف يعني مخزن للطاقة؟ الدليل على ذلك أني أنا إذا شديت أي رباط مطاطي لما أزيل القوة هذه قوة الشد فإنه يرجع إلى موضوع الطبيعي في هذه الحالة كل الأجسام التي تعود إلى وضعها الطبيعي بعد زوال القوة المؤثرة عليها نقول أن لها ايش؟ قوة طاقة نسميها طاقة الوضع المرونية، نسميها طاقة الوضع المرونية اللي هي اللاستيك بوتنشال إنرجي، وفي عندي مثال هنا بسيط جدا للمتسابق بالعصا عصا القفز، شوفوا عصا القفز هذه متسابقين عصا القفز يستخدموا هذا العصا ليش؟ ما هي مميزاتها؟ تتميز هذه العصا بانها لا لها طاقه مرونيه او طاقه وضع مرونيه والدليل على ذلك انها تعود الى وضعها الطبيعي بعد ما يستخدمها العداء هذا للقفز، يعني بعد ما يستخدمها هذا العداء للقفز فان العصا هذه تعود الى وضعها الطبيعي مستقيمه، كل الاجسام التي تعود الى وضعها الطبيعي بعد زوال المؤثر نقول ان لها طاقه وضع هذه الطاقه نسميها طاقه الوضع المرونيه. بسبب مرونتها، بسبب المرونة لها. ونقول عنها طاقة الوضع ايش؟ المرونية، طاقة الوضع المرونية. المثال رقم سبعة على أمثلة الطاقة اللي عندنا الطاقة الحرارية، كيف نحصل على الطاقة الحرارية وكيف نعرف الطاقة الحرارية؟ إذا قمت أنا بتسخين أي جسم، أي جسم قمنا بتسخينه فإننا نعطي طاقة لذراته أو جزيئاته، وهذا درسناه قبل الحصتين، أنه ذرات وجزيئات المواد عندما نكسبها طاقة فإنها تساعدها على عملية التحول من حالة إلى حالة أخرى. من وين جاءت الطاقة الحرارية؟ طاقة يعني جاءت من مصدر حراري وانتقلت إلى جسم آخر. ولذلك قال لك هنا إذا سخنت جسم فأنت تعطي طاقة لذراته أو جزيئاته. وتسمى الطاقة المخزنة في الجسم الساخن بالطاقة إيش؟ ال حرارية thermal energy طاقة الحرارية وهنا عندي صورة بسيطة توضح عملية إيش الطاقة الحرارية إن عندما أنا أقوم بعملية تسخين باستخدام الموقد أسخن كأس من الماء فأنا في الحقيقة ماذا أعمل أقوم بإعطاء الماء طاقة حرارية من المصدر اللي هو النار فبالتالي تنتقل الطاقة الحرارية من المصدر إلى الماء ويستخدم هذه الطاقة تستخدمها على الذرات وجزيئات المادة في عملية التحول من حالة مثلا السائلة في المثال الأمامي إلى الحالة الغازيه، لذلك كل طاقة تأتي نتيجة التسخين نسميها طاقة الحرارية، والطاقة الحرارية هذه عبارة عن طاقة إيش؟ ناتجة من تسخين الأجسام، من تسخين الأجسام، الطاقة التي تمتلكها الأجسام نتيجة تسخينها نسميها باسم الطاقة إيش؟ الحرارية، نسميها بالطاقة الحرارية. إذا الطاقة الحرارية لازم أعرف أنها طاقة ترتبط بعمليه التسخين وعمليه الحراره التي تكتسبها الاجسام الجسم الذي يمتلك الطاقه نتيجه الحراره نسميها ايش طاقه حراريه مثال اللي بعده في درس اليوم هناك اجسام تبث الضوء مثل ماذا مثل ماذا مثال بسيط جدا جدا جسم يبث الضوء يعطينا الضوء من من يشارك تفضلي ممتاز بارك الله فيك الشمس الشمس هي مصدر الطاقه في الكون والطاقه التي تصلنا من الشمس هي عباره عن ضوء يصل من الشمس الى الارض فنقول عن الطاقه الواصله من الشمس الى الارض هذه نسميها باسم الطاقه ايش الضوئيه من مميزاتها انها تعطي الطاقه الضوئيه مالها في جميع الاتجاهات في جميع الاتجاهات الشمس لما تصدر الضوء تصدر الضوء في جميع الاتجاهات ويصل الى الارض على شكل موجات تسمى موجات الضوئية الموجات اللي هي تنتقل من خلالها الطاقة من الشمس إلى سطح الأرض طاقة ضوئية تسمى light energy وهي الطاقة التي تنتج نتيجة وجود الضوء مثال آخر غير الشمس مثال آخر المصباح الكهربائي المصباح الكهربائي يعطينا طاقة نسمي هذه الطاقة طاقة إيش ضوئية كذلك احتراق الأجسام احتراق مثلا الخشب لما يحترق من ضمن عملية الاحتراق وجود ضوء هذا الضوء نقول عنه طاقة ايش؟ ضوئية. نقول عنه طاقة ضوئية، إذا الطاقة الضوئية هي الطاقة التي تنتج ضوء أو تبث ضوء، هذا الطاقة نسميها طاقة ايش؟ ضوئية، ومثال عليها في الصورة اللي أمامكم الشمس، شوف الشمس كمية الطاقة اللي تبثها على شكل ضوء، فنسميها هذه ايش؟ طاقة ضوئية، نسمي الطاقة الصادرة من الشمس باسم الطاقة الضوئية. تمام؟ ناخذ المثال الاخير في مفهوم درس اليوم اللي هو عن تغيرات الطاقه اخر مثال من امثله الطاقه التيار الكهربائي يوفر التيار الكهربائي طاقه كهربائيه لمكبرات مثال على ذلك مكبرات الصوت فينتج طاقه تعرف باسم الطاقه الصوتيه. زين حد يعطيني مثال اخر غير الطاقه الصوتيه الموجوده في المكبر. من؟ مثال حديثي أنا الحين في طاقة صح نحن نسمعها هذا نسميه طاقة صوتية الصوت اللي يصدر مني أنا عبارة عن طاقة تسمى طاقة إيش صوتية إذا كل الأجسام التي تصدر الأصوات هذه نقول عنها طاقة إيش شكل الطاقة المصاحبة للصوت نسميها طاقة إيش صوتية والمثال اللي أمامنا اللي هو مكبر الصوت مكبر الصوت يعطيني طاقة طاقة إيش صوتية اللي هي الساوند إنيرجي وفي الصورة أمثلة لمكبرات الصوت طبعا تعمل بواسطة إيش الطاقة الكهربائية لما يجي تيار الكهربائي يدخل الجهاز هذا يحول الطاقة الكهربائية إلى ماذا؟ يحولها إلى طاقة نسمعها نسمعها طاقة إيش؟ طاقة صوتية ممتاز ونقول عنها طاقة صوتية وفي بعض العمليات أثناء تحول الطاقة إلى الكهربائية إلى طاقة صوتية يصاحبها إيش؟ إنتاج حرارة لذلك تحس بالحرارة إذا تلمست مكبرات الصوت أو السماعة أو إن مثلا لما تتكلم في التليفون حط سماعة تحس ب وجود حرارة هذه الحرارة ناتجة نتيجة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية وطاقة حرارية هذا بالنسبة لأمثلة الطاقة اللي درسناها اليوم نستذكرها مع بعض بشكل بسيط جدا جدا درسنا عن موضوع الطاقة الحركية وهي طاقة تكتسبها الأجسام نتيجة حركتها من اسمها حركتها من نقطة إلى نقطة أخرى كذلك النوع الثاني اللي هي طاقة طاقة الوضع جاذبية وهي طاقة تنتج نتيجة رفع الأجسام أو حرق نرفع الجسم من مكان إلى مكان آخر، وكلما زاد ارتفاع الجسم كلما زاد طاقة الوضع لهذا الجسم، هذه الطاقة رقم اثنين، طاقة رقم ثلاثة درسنا عن طاقة الوضع الكيميائية، ايش مقصود بكلمة؟ شوف هذه طاقة الوضع الجاذبية تعتمد على جاذبية الأرض، طاقة الوضع الكيميائية هي طاقة مخزونة ما بين ذرات ما المو... بين ذرات وجزيئات المواد ومثال عليها الطعام اللي احنا ناكله والبترول والمواد البتروليه هذه والطاقه الكيميائيه الموجوده في بطاريات السيارات والبطاريات الاخرى، هذه كلها نسميها ايش؟ طاقه، نسميها طاقه ايش؟ كيميائيه، طاقه وضع كيميائيه. رقم اربعه الطاقه النوويه وهي الطاقه الموجوده ما بين انويه الذرات، هي عباره عن طاقه مخزنه في انويه الذرات وتكون في المواد ايش؟ المشعه. رقم خمسه الطاقه المرونيه، طاقه الوضع المرونيه وهي الطاقه التي يكتسبها الجسم وتظهر عندما يعود الجسم الى وضعه الطبيعي بعد زوال المؤثر، نتذكر المطاط، نتذكر عصا القفز اللي يستخدمها العداء، كذلك في مثال الحين حضرني ومثال بسيط جدا جدا يستخدم في السيارات. ما هو المثال الذي يظهر الطاقة الوضع المرونية في السيارة؟ من يشاركني؟ ممتاز، بارك الله فيك، جامبين السيارة، الزمبرك مال السيارة، الجامبينات مال السيارة، هذه نوع من أمثلة إيش؟ الطاقة المرونية، هذا الزمبرك أو الجامبين في السيارة يخزن الطاقة المرونية وبالتالي نحن لما نجي على مطب مثلا ما نشعر بتأثير هذا المطب بسبب إيش؟ بسبب الجانبين هذا والطاقة المرونية الموجودة في هذا الجانبين رقم خلصنا رقم خمسة رقم ستة الطاقة الضوئية والطاقة الضوئية هي الطاقة ماذا الناتجة من انبعاث الضوء أو يعني ظهور الضوء من أي جسم مثال على ذلك حظينا الشمس المصباح الكهربائي النار هذه من أمثلة الطاقة الضوئية رقم سبعة طاقة اللي هي طاقة ال... نتذكر مع بعض طاقة رقم سبعة الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية رقم سبعة الطاقة الحرارية هي الناتجة من عملية تسخين الأجسام وأخيراً واللي هي رقم ثمان لا رقم ثمانية طاقة اللي هي طاقة الحركة قلناها طاقه الحركه طاقه الوضع طاقه الوضع المرونيه الطاقه الكيميائيه الطاقه الضوئيه الطاقه الصوتيه الطاقه النوويه وطاقه التيار الصوتيه الناتجه من التيار الكهربائي هذه اهم انواع الطاقات اللي نحن بصدد دراستها في موضوع درسنا اليوم ان شاء الله بعد قليل بنعمل مسابقه تعليميه ارجو من الجميع تجهيز الـ هواتفهم والدخول الى kahoot.it ل المشاركه في هذا المسابقه نبدا مع بعض ننتظر لحد ما يفتح البرنامج عندي شكل البرنامج هنا علق نطلع فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أه نعود إلى مسابقتنا للمسابقة التعليمية أه مثل ما نبهنا قبل الفاصل أتمنى من جميع الطلاب إظهار الهواتف النقالة لهم والاستعداد للدخول إلى المسابقة الحين نقوم بعملية تحميل المسابقة التعليمية أه ظهر أمامكم الرقم أتمنى من جميع الطلاب الدخول إلى موقع كاهوت آي وإدخال الرقم الظاهر أمامك في الشاشة نحن الحين ننتظر الطلاب لبدء المسابقة. نتمنى مشاركة أكبر قدر ممكن من الطلبة. في انتظار دخول الطلبة إلى المسابقة التعليمية هذه ونبدأها إن شاء الله تعالى. الموقع www.kahoot.it ما شاء الله بدأوا الطلاب في الدخول. ممتاز. ننتظر دخول أكبر قدر ممكن من الطلبة. ما شاء الله بدأ يعني دخول الطلبة بشكل ممتاز جدا، الحين وصل عندي 120 طالب، نتمنى أعداد أكبر من هذه، حتى نبدأ. نعطي فترة 30 ثانية فقط وبعدها بنبدأ المسابقة التعليمية. في انتظار دخول عدد من الطلاب، الدخول تدخل إلى الموقع www.kahoot.it وبعدين بيجيك هناك تحط الرقم تحط الرقم اللي أمامك هذا اللي هو خمسة سبعة سبعة ستة واحد خمسة صفر ممتاز ممتاز 230 طالب وطالبة ما شاء الله عليكم ممتازين نبدأ نبدأ انتهى وقت 30 ثانية نبدأ المسابقة التعليمية أتمنى تكونوا جاهزين مستعدين بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في موضوع درسنا اليوم اللي هو أشكال الطاقة السؤال الأول طاقة يمتلكها الجسم نتيجة حركته ما شاء الله بدأت الإجابات 35 37 طالب ما شاء الله ممتاز بقت خمس ثواني أربعة ثواني ثلاث ثواني انتهى سبقت السؤال ما شاء الله 86 طالب أجابوا إجابة صحيحة طاقة يمتلكها الجسم نتيجة حركته هي الطاقة ايش؟ الحركيه قلنا من خلال الحركه طبعا الطالبه جنان ما شاء الله عليها هي اول طالبه اجابت اجابه صحيحه ننتقل للسؤال الثاني الطاقه المخزنه في المواد الكيميائيه والتي يمكن اطلاقها في تفاعل كيميائي مخزنه في المواد طاقه حركيه طاقه نوويه طاقه وضع كيميائيه وطاقه صوتيه يلا طاقه مخزنه شوف اغلب الاسئله اجاباتها فيها بس نحتاج نركز تركيز بسيط جدا انتهى وقت السؤال ما شاء الله سبعين طالب أجابوا إجابة صحيحة اللي هي طاقة الوضع الكيميائي طاقة مخزنة طاقة الوضع الكيميائية ممتاز ما شاء الله جنان ما زالت محافظة على الصدارة السؤال رقم ثلاثة الطاقة المنتقلة بواسطة التيار الكهربائي يعني هذه ما في أبسط منها طاقة منتقلة بواسطة التيار الكهربائي ايش نسميها؟ فنسميها طاقة حركية أم طاقة وضع كيميائية أم طاقة كهربائية أم طاقة صوتية. انتهى الوقت، انتهى الوقت. 94 طالب ما شاء الله طاقة كهربائية، انتقل عبر الأسلاك الطاقة الكهربائية بوسط التيار الكهربائي. شوف ما شاء الله. ليان الوردي ما شاء الله آه، الرواحي ما شاء الله يعني أجابت إجابة. ننتقل للسؤال الرابع. طاقة المخزنة في نواة الذرة، انتبه كلمة نواة الذرة والتي يمكن اطلاقها عندما تنشطر النواة. طاقة نووية، طاقة كهربائية، طاقة وضع طاقة صوتية. ما شاء الله اجابات طلاب. ممتاز. بقت خمس ثواني، أربع. انتهى الوقت. ما شاء الله. 79 طالب أجاب إجابة صحيحة. أحمد محمد السالمي ما شاء الله عليه تصدر السؤال اللي بعده الطاقة المخزنة في الجسم بسبب الاستطالة والانضغاط استطالة وانضغاط هذه سميناها طاقة مرونية طاقة كهربائية طاقة وضع كيميائية أو طاقة حركة سؤال بسيط استطالة وانضغاط بقى ثلاث ثواني ثانيتين انتهى واحد وستين أجاب طبعا هي الطاقة المرونية لأنه يحدث فيها استطالة وانضغاط ما شاء الله ممتاز في تنافس بين الطلاب والدليل على ذلك أنه تظهر أسماء جديدة طاقة الجسم يكتسبها عندما يرفع باتجاه معاكس لقوة الجاذبية الأرضية هذا نبهت عليها كثير قبل ما شاء الله ممتاز 75 طالب 77 80 81 ممتاز ممتاز اتمنى مشاركات اكبر وبسرعه خمس أربع ثواني ما شاء الله ما شاء الله 72 طالب الإجابة الصحيحة هي طاقة الوضع الجاذبية اللي هي نتيجة رفع الجسم من مستوى إلى مستوى آخر ما شاء الله شوف التغير في الأسماء دليل على منافسة قوية ما بين الطلبة ما شاء الله عليه الطاقة المنتقلة من مكان ساخن إلى مكان بارد بسبب الفرق في درجة الحرارة بينهم هل هي طاقة مرونية طاقة حرارية طاقة حركة طاقة وضع كيميائية في شوف في كل سؤال في كلمه مفتاحيه قالك من ساخن الى بارد يعني في تسخين سؤال بسيط جدا ممتاز ممتاز انتهى 85 فعلا هي الطاقه الحراريه لانه مفتاحها التسخين قالك تم تسخين آه ما شاء الله الفارسي ما زال متصدر هنا نروح للسؤال الثامن قبل الاخير الطاقه المنبعثه على شكل اشعاع مرئي اشعاع مرئي طاقة حرارية من مشاركة أسرع من الطلاب سؤال بسيط جدا ممتاز 87 طالب ما شاء الله عدينا المية ممتاز 53 أجابوا أنها طاقة ضوئية فعلا هي الطاقة الضوئية منبعثة على شكل إشعاع ضوء مرئي نحن نشوفه آخر سؤال آخر سؤال نشوف ما شاء الله الفارسي لازال متصدر الطاقة المنتقلة على شكل موجات يمكن استشعارها بواسطة الأذن البشرية هذا أسهل سؤال يمكن يمر عليك طاقة الصوتية طاقة الضوئية طاقة الحرارية أو طاقة الحركة يلا نريد مشاركات ما زلنا ثمانين والوقت بينتهي انتهى الوقت ما شاء الله عدينا المية ممتاز ممتاز مية واثنين ممتاز، أكبر سؤال تم الإجابة عليه 102 اللي هي الطاقة الصوتية نستطيع أن نسمعها بواسطة الأذن البشرية. ماذا هي نسميها طاقة صوتية؟ نشوف الحين من المركز الثالث طبعا في النتائج السبتي تحصل على 4700 المركز الثاني باك بوك والمركز الأول من نصيب الطالب الطالب الفارسي بارك الله فيك وأشكركم على التفاعل. السريع والتفاعل ما شاء الله عليكم، اتمنى انكم فهمتوا جزئيه درس اليوم. ننتقل هنا الى تخزين الطاقه ونقلها، اخر جزئيه في درس اليوم اللي هي تخزين الطاقه ونقلها، يتم تخزين الطاقه ونقلها من جسم الى جسم اخر وذلك من خلال مجموعه من الطرق. اللي هي طرق تخزين الطاقه. طرق تخزين الطاقه. واحد بواسطة القوة يعني أني أنا أستخدم قوتي أو قوة أي جسم آخر لرفع الأجسام وتحريكها نقول عنه هذا في هذه الحالة تم نقل الطاقة بواسطة القوة يعني أستخدم مثلا قوتي أنا في نقل القلم من مكان إلى مكان آخر أو تحريكه من مكان إلى مكان آخر نقول هذه أن استخدمنا إيش القوة وتسمى في هذه الحالة الطاقة من جسم إلى جسم آخر نقول أن بذلنا إيش شغل المرحلة الثانية اللي هي نقل الطاقة بواسطة التسخين يعني أنا أنقل الطاقة من جسم إلى جسم آخر بواسطة التسخين ومثال على ذلك أبسط مثال اللي هو تسخين كأس من الماء فأنا لما سخن الكأس بواسطة النار نقوم بعملية نقل الطاقة من مصدر النار اللهب اللي هو النار إلى الكأس الآخر ونقول عنه تم نقل الطاقة بواسطة التسخين في عملية نقل الطاقة بواسطة التسخين الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى محيطه الأقل سخونة وهذا معروف، ما ممكن الطاقة تنتقل من جسم ساخن إلى جسم أكثر سخونة، لا، ينتقل من الساخن إلى الأقل سخونة. المرحلة الثالثة من مراحل نقل الطاقة، يتم نقل الطاقة بواسطة الموجات، انتقال الطاقة من الشمس إلى الأرض مثال عليها، نقل الطاقة بواسطة الشمس، تنتقل الطاقة بواسطة الموجات وهذه الموجات نسميها الموجات الكهرومغناطيسية، أو كذلك نقل الطاقة بواسطة الموجات اللي هي مثال آخر، مثال الموجات الصوتية. آخر طريقة من نقل من طرق نقل الطاقة يتم نقل الطاقة بواسطة الكهرباء وهذا مثال واضح في جميع الأدوات الكهربائية. آخر مثال تطبيقي لدرس اليوم يتم أحيانا تخزين الطاقة مثل طاقة الوضع الكيميائي ويتم أحيانا أخرى نقلها من جسم إلى جسم آخر ومن مكان إلى مكان آخر. مثل الطاقة الضوئية. أكمل الجدول عندي وصف باغي اسم الطاقة وهل هي تخزين أو نقل. الطاقة كإشعاع مرئي من الشمس، إيش اسمها؟ طاقة ضوئية. هي تخزين ولا نقل؟ ممتاز، يتم نقلها من الشمس. طاقة النابض طاقة ايش؟ مرونية. ممتاز، هل هي تخزين ولا نقل؟ لا، مخزنة. هذه مخزنة في النابض. كذلك انتشار الطاقة من جسم إلى جسم آخر، هل هي نقل ولا أول شيء نوعها؟ دام قال ساخن يعني ايش؟ حرارية. وتخزين أو نقل؟ نقل. ممتاز. وبنفس الطريقة نستطيع أن نكمل بقية الأمثلة الأخرى. أه ناخذ مثال اخير اللي هو طاقة السيارة المتحركة، ايش نوع هالطاقة؟ طاقة طبعا طاقة الوقود والبنزين هذه سميناها طاقة وضع طاقة وضع كيميائية هذه سميناها طاقة وضع كيميائية، هل هي مخزنة ولا تنقل؟ لا هي عملية ايش؟ تخزين هذه نسميها عملية ايش؟ تخزين، الطاقة في وقود الديزل طاقة في وقود الديزل طاقة كيميائية طاقة كيميائية هل هي نقل ولا تخزين؟ لا هي مخزنة طاقة في الوقود مخزنة طبعا طاقة سيارة متحركة هذه طاقة لما قال لي طاقة متحركة هي عبارة عن إيش طاقة حركة لأنه قال لي متحركة هذه شوف طاقة متحركة طاقة كرة موضوعة فوق رأسك فوق الرأس إيش معناها؟ في ارتفاع إيش سميناها؟ طاقة وضع الجاذبية طاقة وضع جاذبية صح؟ انزين هل هي تخزين ولا نقل؟ تخزين طاقة الوضع كلها تخزين طاقة قهوة ساخنة اسمها ساخنة طاقة حرارية ممتاز هل هي نقل ولا تخزين؟ مخزنة طاقة مخزنة نشعر بها الطاقة التي يحملها شوفها يحملها تيار كهربائي اسمها طاقة كهربائية هل هي نقل ولا تخزين؟ يحملها اذا هي نقل طاقه فيها النقل هذا الآخر مثال لدرس اليوم اتمنى ان شاء الله تعالى انكم استفدتم من درس اليوم ودرس بسيط جدا جدا اهم شيء في كلمات مفتاحيه في الدرس في الامثله نركز عليها ونستطيع من خلالها الاجابه على اي تساؤل قد يريدنا هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتمنى التوفيق لجميع ابنائي الطلبه والطالبات في مشوارهم التعليمي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته